سلسلة المقايضة. السلسلة كنت منزلها قبل 10 شهور، محاولة تبديل القلم إلى سيارة، ولكن في ذيك الآونة ما كان في أي شخص قاعد ينزل هذه السلسلة، فكانت تواجهني مشاكل بسيطة إن في 30% من الناس فاهمين هذه السلسلة بسبب اطلاعهم على المحتوى الأجنبي بشكل مرة كبير، ولكن في المحتوى العربي ما كان في أي شخص منزل هذه السلسلة. شكرا لليوتيوبر العرب انهم قاموا يسوون الفكرة هذه بشكل كثير، وصار المتابع يفهم وش فكرة هذا المقطع اذا حصل كلمة المقايضة او تحويل من 0 ريال الى ما لا نهاية. في ناس كثير تعتقد اذا سواها يوتيوبر بعدي ان هذا الشيء راح يضرني، بالعكس ساعدني بشكل مرة كبير بشكل انتم ما تتوقعونه. تم تسجيل هذه السلسلة قبل 10 شهور من الان. ما في يوم سألت نفسك هل من الممكن ان الدولار يتحول الى 1000 دولار؟ بالبزنس يعني بالاشغال ولا بيت؟ بنديك تحول ريال؟ ايوه. اربع ريال يروح فيها شاورما. دولار يتحول الى 1000 دولار؟ يتحول الى 1000 دولار؟ ايه؟ في امكانية. كيف؟ لانك تستثمر فيه. دولار تحول 1000 دولار؟ ايه. قالك؟ ايه. ولا 1000 دولار او 1000 دولار؟ في كثير قال انه يقدر يحولها، وفي كثير برضو قال انه ما يقدر، ولكن هي على حسب نوع الفكرة. قررنا في البداية نبدأ من 1 دولار ونشتري فيه قلم سحري من امازون. بسم الله الرحمن الرحيم. بتان، انا عندي القلم هذا، وشو وظيفة القلم هذا بتان؟ وظيفة القلم هذا بتان اكتب اي شيء، تمام؟ ولع اللمبة ينور. طبعا القلم هذا منقطع في السوق، اتحداك تحصله. المكتب صراحه مو بزايد، انا حاط واحد المكتب على البيت على السياره. طيب انا راضي، انت راضي اني انا اخذ الشاحن وانت تاخذ هذا؟ انا موافق، انا ابي القلم صراحه. قرر بتان يبادلني بالشاحن، فهذه الخطوه الاولى اني قدرت ابدل القلم الى شاحن ايفون تايب سي. نروح للمهمه الثانيه. قررت اني انزل هذا الشاحن في احد المواقع المخصصه، وقلت مدى الناس اني حاب ابادل الشاحن هذا باي شيء ثاني اغلى من الشاحن. بعد مرور يوم كامل الا يتواصل معي شخص من الدمام وقال اني حاب اقابلك وقايضك. طبعا هنا اكبر مشكلة تصير لي، اللي هي محاولة اقناع المتابع انه يطلع على الكاميرا. في كثير منهم يكون موافق في البداية ولكن في النهاية يتغير رأيه، ولكن الشخص اللي قابلناه اليوم شخص مرة جميل ومحترم حرفيا. وهنا تمت المقايضة الثانية بين شاحن ايفون تايب سي الى ايفون 5S. الموضوع كالاتي يا جماعة الخير، خلصنا المقايضة الاولى، الحين المقايضة الثانية راح تكون بين شاحن ايفون وبين جوال بين جوال ايفون 5S. قلت لي ان الشاشة خربانة والله. طيب فسم يا حبيبنا. تمام حلو، وانا باخذ هذا. بس راضي انت؟ بس راضي راضي، مع السلامة. طيب يا جماعة الخير، هنا خلصنا اللي هو الايفون 5S سعره ب 49 دولار. قررنا نعلنه في احد الاماكن المخصصة للعرض، وتواصل معنا شخص وقال راح اقايضكم. يناظر فينا ظنك هو. وقف 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 وقف، جاي ندق عليه دقيقة. وقف وقف دق ريوس، يعرف نعرفنا. دق دق ريوس. اوه وقف وقف، تعال تعال. ايه حنا تعال. ايه اصور. ما يبي يطلع في الكاميرا. ابشر ابشر ابشر. رافض والله ما تطلع، والله ما تطلع. تعال. هلا السلام. ما راح اصورك، ما راح اصورك. هذه البلشه اللي اطيح فيها. راضي بس. يلا مع السلامه. اوكي. خلصنا المقايضه الاولى وتم تحويل جوال للايفون 5S الى ايفون 6، ولكن كانت في مشكله بسيطه بخصوص المقايضه، اللي هي اتمنى من اي شخص يبغى يقايضني اتمنى انه يسمح انه يطلع على الكاميرا، وهذا الكلام نبهت فيه قبل.
السلام عليكم، اهلا وسهلا، الله يعطيكم العافيه للمره الثانيه المقايضه برضو في المنطقه الشرقيه. جماعه الخير اللي ساكنين في الرياض وينكم؟ اي واحد يعرف احد ساكن في الرياض ياخذ الرابط ذا ويرسله له، ممكن يستفيد مننا نستفيد منه وتكون في مقايضه جميله بيننا وبينه، يعني مو قصورا في الباقين ولكن مشوار الطريق متعب. المهم في شخص كلمنا في تطبيق شباك حاب يبدل جوال الايفون 6 بماكينه مخصصه للقهوه. يوم شفتها والله ماكينه مخصصه للقهوه قلت ايه لازم احرك الان. المهم راح احرك الحين. الساعه الان اتوقع الساعه 3 العصر، اتوقع الساعه 3 العصر. اخيرا يا جماعة الخير وصلت الدمام. اول ما وصلت على طول كلمت الشباب اقابلهم لانهم يدلون في الدمام ويعرفون طرق الدمام. قررنا نروح لاحد اقرب المطاعم الموجودة في الدمام. طبعا راح نتعشى مع الشباب الطيبة هنا، دقيقة اوريكم اياهم. الله يسلمك. الله يسلمك. طبعا احنا تشرفنا بوجود ابو صالح معنا، من الناس الطيبة اللي ما شاء الله تبارك الله لامسنا فيه طيبة ومبدع، مبدع ما شاء الله. وانا اتوقع ومو توقع بل فيه جزم ايضا انه راح يكون من اليوتيوبر المليونيين على ما قالوا باذن الله. ما تام يعني نعم. اهلا يوسف حبيبي. ايش حالك؟ طيب والله بخير بخير. قليل الكلام كثير الفعل. اي والله حبيبي. حرفيا صار اللي ما حسبنا حسابه. اول ما شفته حاب يقايضني على طول خدت رقمه، اتصلت عليه قالوا وينك فيه، قال خلاص تمام وصور لي الماكينه وصور لي كل شيء. المشكله ليت المكان قريب، المكان بعيد عني يبعد حوالي 5 ساعات بالسياره هنا القهر، فلما تقطع مسافه ومدتها 5 ساعات بالسياره وتتعنى وتقطع وقت حرفيا 5 ساعات رايح 5 ساعات جاي، وفي الاخير يصير الموضوع يعني يقول لك لا. الشيء هذا اكيد يقهر، والله العظيم اكيد يقهر على انه كان موافق في البدايه. يا جماعة الخير اللي حاب يقايض أتمنى أن يكون صادق. يا أخي والله العظيم تعبتني يا أخي، قسم بالله العظيم. يلا نقول لعلها خيرة والقادم أجمل بإذن الله. أنا عارف أنكم قاعدين تنظروني الآن تقولون سامة ليه تأخرت في المقطع، عرفتوا ليه؟ شايفين كيف؟ ولكن إن شاء الله موضوع. مرحبا جوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. يا مرحبا هلا بالشيخ. هلا. مشغول ولا فاضي؟ لا 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 مشغول. طيب اسمع. هلا. انت شفت الجزء الاول من المقايضة؟ ايوه. طيب انا الحين قاعد اسجل الجزء الثاني تمام؟ حلو. ابغى اخذ استشاراتك في بعض الاشياء، فاضي؟ استشاراتي ترى الفكرة مرة اسطورية. هذا اول. يا حبيب قلبي الله يسلمك، والله كلامك وكلام الناس الجميل يعني، فهمت؟ حبيبي لا لا الفكرة جدا اسطورية وجميلة، الله يقويك. يا حبيب قلبي، طيب اسمع. هلا. ابغى استشيرك، تمام؟ انا الان وصلت الايفون 6، اوكي؟ حلو. بعدين رحت الله يسلمك للشرقية على اني بقايض واحد عنده ماكينة قهوة بالايفون 6، واخر شيء سحب علي، تمام؟ ورجعت الان انا موجود في الرياض، اوكي؟ والله يعني اي والله يا رجال خلى عربك 10 ساعات، 5 ساعات رايح 5 ساعات راجع. الله يعينك. يعوضك الله ان شاء الله. يا حبيبي. طيب طيب يعني انت تبغى استشاره ولا انا شفت الجوال. حلو. ما ادري وش قايضه فيه، تمام؟ انعرضت لي اشياء كثيره، تمام؟ طيب ايش معنى؟ ايفون 6. خلني اعطيها هديه. اللي شغاله توديه لها لا تستهبل، تكفى ارحم والديك، قاعد اصور جد. صدق والله بتقايضني انت؟ راضيها. وش بتعطيني انت؟ وش بتعطيني طيب؟ عندي سوني فور. حلو. بتزيد عليه فلوس ولا؟ كل عالم القار ليه؟ دقيقه سوني فور تعرف؟ لا حرام عليك يمكن 400 ريال. طيب سوني تجيب لك 500. يعني انت بتقايضني؟ لا ليش لا؟ طيب ما في مشكلة. طيب وش صار على الاستشارة او شيء؟ مشكلة ان شاء الله ما في مشكلة، بس التليفون شغال والله. حلو. طيب انا
السلام. شوف انا ما اعطيك الاكيد، ما اعطيك الاكيد، بس انا مكلم اثنين في تطبيق شباك، اوكي؟ حلو. اذا ردوا علي وقالوا انه عادي، مو عادي، قالوا لا ما نبغى، مكلم واحد عنده مسرح منزلي وواحد عنده شاشه، تمام؟ صور لك في النهاية. ما عندك مشكلة، إذا ذعت بعلمك. تمام، إذا هذا أقول. أي والله من قريبة مرك، الله يسعدك. وفك الله، وفك الله يا شيخ. يا هلا، مع السلامة يا شيخ. مع السلامة. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا شيخ. كيف الحال؟ والله الحمد لله بخير. الأخبار شك خير، شك طيب. الحمد لله يجعلك بخير. أنا اللي طلبت رقمك في تطبيق شباك. أرحب أرحب يا شيخ، حياك الله. هلا والله، إيش حالك؟ والله الحمد لله بخير، أبشرك. أمرني يا شيخ. ما يأمر عليك عدو، يا طويل العمر أبغى قايلك على موضوع التلفون. تمام. وينك فيه انت؟ انا أوكي. من الامارات طالع منك. الامارات، المشكله ماني طالع الامارات الفتره هذه، بتاخر لا شوي. لا 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 طال عمرك، انت قاعد في مكانك، اوصلك لي. يا جعلك تسلم يا شيخ، يا جعلك تسلم. سلمك سلمك، الله يسعدك يا رب. صراحه فكرتك وايد حلوه، وايد عيبتني لاني اول مره اشوف شخص عربي. انا اخي جي واحد اجنبي سواها زمان، اي يوم في 2013 شيء كذا، بدا بشيء بسيط ووصل البيت، وان شاء الله نوصلك للطياره باذن الله. باذن الواحد الاحد يا شيخ. نعم، حنا اخوانك ومره الخليجيين كلنا طال عمرك بنوقف وياك باذن الله قلبا وقالبا. ان شاء الله راح توصل باذن الله. باذن الواحد الاحد، باذن الواحد. انت ولادنا واخونا وتستاهل كل خير يا رب. أنا شفت موضوع الشبح، أكون صريح قدام الكاميرا بتكلم، أقول في كلام في خاطر، في شيء مزعلني هالكبر. شوفوا يا إخواني، إحنا دوم مثلا نمدح، مثلا شوفوا الأجانب شو سووا، شوفوها أوكي، الريال من ربعنا أخونا وعلى عين والرأس. لا والله نتكلم واقعيين، الريال محتوى طيب، كلامه جميل، سوالفه حلوة، مقالبة جميلة بصراحة، مش المقالب الثقيلة، لا مقالب حلوة، يتصل على الناس ويفرح الناس والأمور ماشية. الريال سوى سلسلة، في قبل أجنبي سواه وصل لبيت المقايضة، المقايضة وصل لبيت، فشفت الموضوع في شخص ما بقول غير الله يسامحه غلط اللي انت تسويه. الريال يكون على قد كلامه، دوم يوم يعطي شيء يكون على قد كلامه. وانا اتصلت على أسامة قلت له انا جايك من الإمارات. شوف يعني الموقف اللي صار وياك اللي ضربت خط رايح وراي، اوه حق الدمام، بصراحة حزت في خاطري. يا جعلك تسلم. حزت في خاطري. والله انكم موافين. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. مو اول طيب يطلع من الامارات حربية. على راسي. يا جعلك تسلم. طال عمرك، الاماراتي سعودي والسعودي اماراتي. اي نعم. دار واحدة يا شيخ. اي نعم. ولا الخليج كله واحد. ولا يهنون. اي نعم. الحين عندي طلب قدام الكاميرا. ما تردني. اللي هو وشو؟ هو وشو طلب؟ طلب اني انا بقايضك. ايه بس من دون اشل العيب. الايفون يجيك؟ لا 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 ولا انا هو كذا نظامها ترى، هو نظامها كذا والله العظيم، نظامها كذا اني ابدل من شيء لشيء. اسمعني اسمعني، انا طبعا مش انه شيء ولا شيات، لا انا اتمنى لاخواننا العرب احنا نروح فوق ما ننزل تحت، وغيرنا مش احسن عنا، وانتم تقدرون والله العظيم انكم تقدرون، والريال يستاهل ان شاء الله. فيا اخواني انا جايب هالبروجيكتر زين، وهذا الايفون، بس عندي طلب لكم انتم، نبغى شيء تقايضونه في سامو اكبر من هالشيئين، يعني يا جماعه نبغى هذا وهذا في المقايضه، بشو بتبدلون ويا سامو؟ والله العظيم اني بفرح. وهذا بعد؟ اي ناظر هنا في الكاميرا دي برضه تسجل. هذه بعد يا اخي سوم، انت من هنا الكاميرا هنا يا اخوان، ترى انا اصور بتليفون الريال، موضوع كبير بصراحه، انا بسكت انهيت. والله ما ادري شو اقول لكم يا جماعه الخير، حرفيا يعني والله كميه احراج. الله يسعدكم يا رب، عشان ما اخفيكم والله الرجال ما قصر. اسامه هذه فلوس روحتك ورجعتك خلال اليومين اللي رحت فيها في المقايضه. والله انا ما ادري ايش اسوي، بس يا اخي حاولت ارفض ولكن لزم علي قال تستاهل، والله يكثر خيره وخيركم ويرزقكم من حيث لا تعلمون. طيب يا جماعه الخير، بعدها بفتره طويله وصل معي واحد من اخوياي وسالني عن المقايضه، قالوا سامة انا حاب اقايضك بجهاز البروجيكتر والجوال اللي عندك، وراح اقايضك بشيء مره كويس، تعال لي الان. طالعين الان المقايضه يا جماعه الخير، راح نروح على المرسيدس، فجبنا اغراضنا كلها هنا، كاميرا والبروجيكتر والجوال هنا تحت، راح نطلع للرجال راح نشوف وش راح يقايضنا فيه حرفيا. طيب ابعد عني يا جماعه الخير، ما يقارب 9 دقائق راح نطلع له الان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
انا بحييكم يا شيخ ولكن ضايع بين الحواري. حينا وضايع بين الحواري. بيتكم بحاره ضيقه تقريبا سكرت عند خط مع الشارع 13. ما ادري اتوقع اني ضعت شوي دقيقه. وش السياره اللي عند بيتكم؟ ايه شفتك خلاص. هلا بالشيخ. هلا هلا نايم. الله حياك. كيف الحال؟ شالك؟ صحتك طيب؟ شو الاخبار؟ شلنا عنك والله. كيف الحال؟ اخبار طيب؟ قل لي نايم طيب؟ علومه خلها كذا غموض. علوم الشيخ والله بشرك. طيب ان شاء الله الحمد لله. طيب لا تقول ذي سم عادي ما عندي مشكله. علومك يا القلب والله بشرك. طيب الحمد لله يا رب. والله كنك تغيرت شوي ولا انا نحفت شويتك محفزني. اتوقع انك نحفت. اتوقع انا اخر مره شفتك قبل سنه يعني اتوقع انك نحفت. الحمد لله ناحف الحمد لله. ولو اني سامع بس ناحف الحمد لله. معك بقاء الحمد لله. علومك طيب امورك تمام اخبارك الحمد لله. وش كانت تتوقع؟ الكل يتوقع قبل كل شيء. وشو؟ خلي الكل يتوقع قبلها. هاي جماعة خير اتوقع. طلع لكم من هنا. لا تستعمل. الله. طيب يا جماعة الخير والله شيء غريب مرة. من قلم سحري قدرت أوصل لجهاز بي سي. طبعا استغرقت وقت طويل مرة. استغرقت ما يقارب ترى فوق 40 يوم. شيء مرة جبار إن قدرنا نوصل لهذا الشيء. ولكن تحسبون إن الشيء هذا وقف هنا؟ راح أوريكم وش الشيء اللي بعده وأقوى منه. أرحب أهلا وسهلا. يا مرحبا. معليش قاعد أوزن الصوت مع لا إله الله وش اسمه. يا اهلا وسهلا ابو ثاني حياك الله يا شيخ. كيف حالك؟ طيب ابغاك ساعات. يا مرحبا وسهلا. يا حبيب قلب الله يسلمك. جايب لنا هاليوم. انت وش تبغى تقيضني فيه؟ انا اخر شيء وصلت له الله يسلمك جهاز البي سي. جهاز البي سي اللي عندك؟ ياب لا مو اللي عندي اللي في المقايضه الحلقه الاخيره. اما اللي في المقايضه. ايه لا لا شوف نقسم عليه شغلات كذا بسيطه رايك؟ على حسب يعني اذا بتغنيني الشغلات انا موافق. انا على قولتهم بحط تقييم يعني اسعار لان على سعر التكلفه تقريبا. تمام. يعني نقدر بقايضك مثلا بكرت الجاتو. تمام اوكي. كرت جاتو. يا سلام اوكي حلو. عارف طريق تبعت كرت الجاتو وشنو نفعته؟ ايه عارف سعر زين. وعندك بعد كاميرا كانون D7X. انت يوتيوبر انت عارف شنو تفيدك فيه بعد. اوكي حلو. المشكله الناس اللي بتقايضني فيه. طيب اوكي اللي عندي وانت كيف شيئين بس؟ لا بعد في شغله. وش هي؟ عندك ايش؟ قطع صوتك. عندي شاشه بن كيو ماركتها طبعا البراند حقها و 144 هرتز مره حلوه ترى سعرها حلو في السوق. كذا تخليني بحيره. ما في شيء رابع؟ احس في شيء رابع بتزوده بس ما ادري وش هو. والله شوف انا اقول خلينا نوقف كذا. ابدا موافق انا. تم بس تم. اجل انت واجد الله وانت قايض على قولتهم. ما عندك مشكلة ابدا. متى جاي من الكويت بس؟ ان شاء الله تقريبا اسبوع جاي عندك باذن الواحد الاحد يا شيخ باذن الله. شيء حبيبي حاب تقول شيء؟ ترى قاعد اسجل هنا في اليوتيوب وهنا. والله عشان كذا انا حسيت حاسس. عشان كذا اقول لك فيس تايم. ايه تعال فيس تايم تعال فيس تايم تعال فيس تايم. لكن اقول عسى الله يسهل لي ان شاء الله وبنشوفك بالمليون ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد. باذن الواحد الاحد الله يسعدك يا شيخ. طيب يا جماعه الخير ابو ثاني قرر يقيضنا بثلاث اشياء. ثلاث اشياء ترى مره حلوه وبرضه راح تسهل لي مهمه المقايضه بشكل كبير في المرات الجايه. يعني كرت الجاتو كاميرا وزياده عليها اللي هي وش هي؟ الشاشه. ثلاث اشياء ممكن تنتظر ونشوف المقايضه اللي راح تكون مع ابو ثاني. شوف اني ربحان ولا خسران. ترى البي سي في خراب هارد ديسك. قلت له السالفه هذه كلها في السناب. قلت له ترى البي سي في خراب هارد ديسك. قال لي ما عندك مشكله انا اهم شيء اني اشارك. فننتظر. طيب السلام عليكم. مساء الخير. وصلني كرتون مكتوب عليه الكويت خرج ورقم جوالي. ابو ثاني كلمني وقال لي وسام ما اقدر اجيك راح اجيك الاسبوع الجاي. بسوي نفسي اني توني فاتح كرتون تراني فاتحه قبل شوي. اوكي وش اللي خمني يا جماعه الخير؟ راسل لي الورقه هذه. وش مكتوب؟ انا اقدم الافاده التاليه طوعا ولكن كاتب هنا اسامه انا ابو ثاني بعد اسبوع بجيك اسف. اوكي وصلتنا يا جماعه الخير الجاتو. وصلتنا يا جماعه الخير الكاميرا الثنتين هذه. باقي الشاشه. راح نبدا المقايضه بالاشياء هذه الموجوده عندنا. راح نسوي الحين كذا اعلان بسيط ونقطه في شباك ونشوف عاد وش راح يطلع معنا. السعر الجاتو هذه ترى ما يقارب 1900 ريال. هتصدقون كانت عندي واحد
واحدة وبعتها يمكن قبل 3 شهور اللي تذكرون اللي كنت منزلها في تويتر. التمر هذه يمكن تجيب 800-900 حدودها، يعني توتالها كلها ممكن يوصل مع الشاشة مع كل شيء يمكن 2800، ما أتوقع سعر البي سي. نبدأ الآن نسوي إعلان ونعرضها داخل شبال. طيب يا جماعة الخير، في شرط قسم بالله العظيم لازم احطه. وش هو الشرط يا اسامة؟ ركز معي. الشرط هو يكون عندي مرة واحدة استخدمها في المقايضة كاملة، زي بطاقة مساعدة كذا، لان في بعض الاحيان اتوهق وابغى انزل حلقة ولكن اتوهق في المقايضة، يقعد فترات طويلة. يعني الفترة الاخيرة انتم شايفين كم لي منقطع المقايضة، فترة مرة طويلة مرة. تبي ايش؟ انه المقايضة صارت صعبة مو نفس قبل. نحتاج كذا بطاقة او بطاقة مساعدة، اللي هي وش هي؟ اخذ الشيء اللي قايض فيه احوله فلوس، يعني اروح ابيعه واخذ فلوسه. بعد ما اخذ فلوس اكتب في تويتر او اكتب مثلا انستغرام او في السناب، ممكن تكون تويتر عام بشكل كبير. بعد خير هذا المبلغ وش حابين نسوي فيه عشان نروح للخطوه الثانيه؟ اتوقع الخطوه هذه راح تفك ازمه كبيره مره. اكتب لي رايك حبيبي وعزيزي المتابع تحت في الكومنتات. ايوه انت اللي تشوفني، اكتب لي رايك تحت في الكومنتات هل نسويها او لا. خلينا ندخل على الموضوع الثاني. الموضوع الثاني يا جماعه الخير، بعد ما عرضت الاشياء داخل تطبيق شباك بعد 12 ساعه من الاعلان، شخص كلمني قال اسامه انا عندي اشياء كثيره اذا انت حاب تقايض راح اعرض عليك 4 اشياء، في منها شغال وفي منها اللي مو شغال. قلت له تمام عرض لي اياها. ارسل لي يا جماعه الخير 4 اشياء. الشيء الاول سيكل، الشيء الثاني ثلاجه، والشيء الثالث ماطور اتوقع مويه، اتوقع انه ماطور مويه. الشيء الرابع ثلاجه بس صغيره، ذيك ثلاجه كبيره ثلاجه صغيرة. طيب هو وش طالب من المقايضه؟ هو خيرني بشكل كبير، قال اسامه اختر اللي تبي وقايضني فيه. فانا الان عندي قطعه الجاتو وعندي الله يسلمكم اللي هي الكاميرا. الكاميرا شيء غالي وحلو مره، الجاتو اقل منها قيمه، لكن حط في راسك حبيبي وعزيزي المتابع اذا قايض لازم الشيء الثاني يتقايض. اتمنى الحلقه دي تنتشر بشكل كبير عشان احصل متقايضين كثار. انا قلت ليه ما بدل الكاميرا بماطور الكهرب، كاميرا بماطور الكهرب او ماطور المويه هذا، او اني اختار السيكل بدال الجاتو، سيكل بدال الجاتو، سيكل بدال الجاتو، او الكاميرا بدال ماطور الكهرب. انتوا وش الشيء اللي حابين نسويه الان؟ ما ادري، انا اوقف الحلقه هنا وانتظر واركز واعطي برضو فرصه للمتقايضين الثانيين بعد ما تعرض هذه الحلقه. اذا انت حاب تقايضني الشرط بسيط مره، عندك جميع حسابات، جميع حساباتي من الى، اذا حاب تقايضني تواصل معي اسامه، انا اكتب بس اسامه انا حاب اقايضك وصور الشيء اللي تبي تقايضني فيه. ركز معي، لازم يكون الشيء هذا اكبر من الشيء اللي معي، يعني شيء ما تستفيد منه واكبر من اللي معي، ولازم اكبر بشكل كبير، لو اكبر بنص ريال ومتعادلين في نفس المستوى. اتمنى عدد المتقايضين يزودون، ننتظركم في الحلقه الجايه.